السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعي قناة التعليمية. في هذا الفيديو إن شاء الله سنتعرف على 4 أدوات أساسية للبويربوينت. هذه الأدوات تسمح لنا بالعمل بطريقة سهلة وتسهل العمل علينا بشكل وبنسبة كبيرة جدا. إذا سنتعرف على الأداة الأولى. لاحظوا جيدا هذه الصور، طريقة تنسيقها وتنظيمها في أو على الشريحة، يعني فهي طريقة جميلة واحترافية. يعني إذا كنت أنا مبتدئ وأردت أن أقوم بمثل هذه الشرائح فسوف أستغرق وقتا كبيرا ووقتا طويلا جدا. هذه الأداة تسمح لنا بعمل هذه الشرائح وتنسيق الصور والمواضيع بطريقة بسيطة وسريعة جدا. هذه الأداة هي la conception, aide de conception. وطريقة عمل هذه الأداة سوف نلاحظها الآن. مثلا سوف أقوم بتنزيل بعض الصور، سوف أضغط على conception ثم aide de conception، مجموعة من الأفكار جميلة لعرض هذه الصور، يعني دون أن أضيع وقتا في التعديل على هذه الصور فهي أفكار موجودة هنا، ويمكن القيام بذلك يعني من أول شريحة. يمكن أن أقوم باختيار بعض الأفكار لتقديم هذه الشريحة، فالبويربوينت يقدم لي أفكار جميلة حول تقديم هذه الشريحة وطريقة عرضها. فهذه الأداة فهي جميلة جدا، تسهل علينا العمل بطريقة سريعة جدا. يكفي أن أقوم بتنزيل يعني الأفكار والصور على هذه الشريحة ثم أختار كونسيبسيون، فأجد طرق عرض جميلة. الأداة الثانية تسمح لي بالقيام بتعديلات على النصوص أو الفقرات أو محاور العروض، يعني بطريقة بسيطة جدا. يعني عوض أن أقوم بالقيام بتعديلات على المحور الأول ثم أنتقل للمحور الثاني وأقوم بتعديلات، يعني يكفي أن أضغط على هذه الأداة لنسخ التعديلات كالآتي. إذن لاحظوا جيدا، عندنا مثلا المحور الأول، سوف أقوم ببعض الإضافات على هذا المحور، كما تلاحظون بعد القيام بهذه التعديلات على المحور الأول، يعني دون إعادة العملية في المحور الثاني والمحور الثالث، يعني أقوم بهذه العملية وهي reproduire la mise en forme كما تلاحظون. يعني كنضغط على هذه المكنسة، هذه كنضغط عليها جوج ديال الضغطات دوبل كليك، وكنبقى محتفظ على هذه لا ميز اون فورم. كنجي الشريحة الثانية، المحور الثاني، ثم الشريحة الثالثة، المحور الثالث، يعني بلا ما دون تضييع الوقت في التعديلات على كل محور. يعني يكفي أن أقوم بالتعديل على المحور الأول ثم أقوم بنسخ لا ميز اون فورم ثم أقوم بالتشطيب على باقي المحاور. والأداة هي reproduire la mise en forme. reproduire la mise en forme للعلامة تاعتها هي هاد المكنسة هذه. الأداة الثالثة، فهي تسمح لي يعني بالقيام بالانيماسيون يعني بطريقة واحدة ثم أقوم بنسخ هاد الانيماسيون على باقي
الصور مثلا او باقي الفقرات. مثلا عند تقديم عرض فيه مثلا صور، تظهر الصورة الأولى ثم تختفي، ثم الثانية وتختفي، الثالثة وتختفي. كما يعني إذا كان مجموعة من الصور على الشريحة وأردت القيام بهذه العملية، فسوف أحتاج يعني لوقت طويل قليلا. وهذه الطريقة تسمح لي بربح الكثير من الوقت، وهي أداة غوبرودويغ لانيماسيون كما تلاحظون. يعني بعد الضغط على انيماسيون نجد هذه الاداه غوبرودويغ لانيماسيون. وطريقه عمل هذه الاداه كما سوف نلاحظها الان. مثلا هذه الصوره، سوف اتي الى انيماسيون اباريتر يعني الظهور، ثم اجوتي اون انيماسيون وهي ان تختفي ديسباريتر، ثم اوكي، ثم اضغط على هذه الصورة التي حددت لها يعني الحركة الخاصة بهذه الصورة. اتي الى هنا غوبرودويغ لانيماسيون، ثم اضغط ضغطتين على غوبرودويغ لانيماسيون، ثم اختار الصورة الثانية، وسوف تطبق عليها نفس الخصائص يعني الظهور والاختفاء، ثم جميع الصور. يعني دون أن أشتغل على كل صورة على حدة، أقوم بنسخ هذه الأنيماسيون وأطبقها على باقي الصور، وبهذا سوف أربح الكثير من الوقت. الأداة الرابعة وهي أداة جميلة جدا، تمكنني من ربح وقت كبير والقيام بعمل يعني في مرة واحدة، يعني عمل إلى قم به مرات عديدة غادي نجمع كله في خطوة واحدة. وهذه الأداة هي لا بريس بابي. أعطيكم مثالا، يعني عندنا مجموعة من الأفكار في هذه الشريحة، وأريد أن أنسخ بعض الأفكار فقط. مثلا 6 أفكار أريد أن أنسخها، أقوم بنسخها في إلى شريحة أخرى. الطريقة العادية التي نقوم بها وهي كوبي كولي، يعني كننسخ الاولى ثم كنجي للشريحه كندير كولي، ثم كنعود للثالثه كندير كوبي، كنقوم بكولي. الطريقه هي او الاداه التي تبسط لي العمليه هي لا بريس بابي. بعد فتحها لاحظوا معي جيدا، سوف اقوم بنسخ هذه الفكره ثم اقوم بكوبي. سوف تظهر لنا هنا على اليسار مثلا الفكرة الثانية هي هذه، ايضا كوبي، كوبي الفكرة الثانية، كوبي، كتلاحظوا كتظهر لنا على اليسار الفكرة الثالثة ايضا كوبي. ثم اتي للشريحة التي اريد ان اقوم بالنسخ عليها، ثم اضغط على كولي، كولي، كولي. كما تلاحظون فالطريقة فهي بسيطة جدا، يعني كنربحو الكثير من الوقت. كنضغط على كولي او يمكن ان اضغط على كولي تو، وايضا يمكن ان اقوم بالنسخ من الوورد مباشرة. مثلا عندنا مجموعة من الافكار في الوورد وأريد نسخها إلى البويربوينت، دائما نفس الطريقة، كنقوم بفتح لا بريس بابي، ثم أضغط على الفكرة الأولى، ثم كوبي، الفكرة الثانية، كوبي، ثم أعود إلى البويربوينت، وأجد الأفكار التي قمت بنسخها من الوورد موجودة، ثم أضغط على كولي كما تلاحظون، كولي. الفكرة هي هذه، الفكرة الثانية. يعني في عوض ما نبقى نفتح الوورد ونرجع للبويربوينت ونفتح الوورد ونرجع للبويربوينت، يعني في خطوة واحدة كنسخ الأفكار اللي بغيت على الوورد، ثم كنجي للبويربوينت كنلقى الأفكار ديالي منسوخة، ثم كنعيد نسخها.
وبالتوفيق لكم إن شاء الله. وشكرا.